طيبك يا دي الوليه، ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ الداري يا حلوه الداري. يخرب بيتك وليه، انت على طول يا وليه طالعه لي زي القدر مستعجل. يا اختي لو غيرانه وبتهري مني اعملي زيي. انا اعمل زيك ليه؟ اعوذ بالله. يوه وماله زيي، ما انا زي الفل اهو. اهري يا مهري وانا على مهلي. الارض بارت وشققت وخلاص، والجدر لما تعملي فيه ايه؟ ما منوش فايده يا وليه. لمي روحك بدل ما رقعلك على صدهك اللي طول كده دي. وانا يا حبيبتي وولادي الخمسه كده هننزل ناكلك اكل بسناننا. يا اختي جاتك نيله عليكي وعلى عيالك الخمسه، جاتك نيله. سديتي نفسي؟ شفت اللي تنكسر رقبتها ويعددوا عليها من بدري بتقولي ايه؟ ما قلت لي جايبه لروحك وتعبه نفسك على الفاضي. ما قلت لك اتجوز واجيب العيل، وما هي بقى تلاقيها مكتومه وملكومه. لا ما خلاص، ده البشاره بانت وبين كده المراد حنوله وحكيد العزال ان شاء الله. نظيمه برضو اقطع دراعي من رجلي اما كان كل الكلام ده اوانطه في اوانطه. لا ما انت اصلك ما عرفتش. ايوه ما اعرفش ومش عايز اعرف. بعدين ايه اللون اللي انت لابساه ده؟ انت عندك الحظبه؟ انت احلى لون يليق عليكي اللون الابيض من فوق راسك كده لتحت رجليكي. ايه يا عثمان وهنا لسه عروسي؟ لا الكفن. قاعد ان الجنون عليها في منتصف الجبهه. لساكي زعلانة يا فاطمة؟ أنا مش زعلانة منك يا أبو العيلة، أنا زعلانة من الدنيا. ملعون أبو الدنيا اللي تزعلك دي. طب إيه رأيك؟ أنا هاخدك ونروح مقام سيدي السياح النهاردة. صحيح يا أبو العيلة؟ يو صحيح، وهنقضي اليوم كله هناك. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما كان نفسي أروح يا أبو العيلة، ده أنا صدري طابق علي. وقلت يا رب يا رب نولها لي اقرا الفاتحه المقام سيدي السايح وادع ربنا يعدلها لنا، يعدلها لنا والنبي يا رب. امين يا رب امين. يلا يا بنت يلا بينا. يلا انا بقول لك اه عم ده عشان ما تقولش ما حدش نصحني. الست اللي اسمها راويه دي لازم تخلص منها يا عم. ايوه حد. اسمعي يا منار يا بنتي، احنا ربنا ما رزقناش بغيرك. انا وامك انت نورت حياتنا، واللي انت فيه ده منغص علينا عيشتنا، ومش هتخرجي من اللي انت فيه واحنا فيه ده الا لما تجربي حظك مع حد تاني. حد تاني؟ محروس ابو سالم خلاص راحت عليه وامر ربنا نفد فيه ومستقبله ضاع وطريقك وياه السد، والحمد لله ان ده حصل قبل ما يكتب كتابه عليك. لا يابا، انا مرات محروس ابو سالم وهو جوزي وهتني مراته مهما حصل. والله يخليك يابا سيبني في حالي بقى. اخرس بقول لك واسكت ساكت. انا خلاص ما عدتش خايف منك ولا من ظلمك. اسمع الكلام اللي هقوله لك ده هون، واديني بقوله لك اهو في وشك وعيني في عينك. انت ظالم واني هشهد بالحق وهجرسك في البلد كلها. هتعمل لي ايه يعني؟ هترفدني من الميري؟ يا ريت عدوي واشتهت نايبي. انا كده كده صايع وفقران، داني ما باخدش منك غير العيش الناشف ودود المش. هتعمل لي ايه؟ هتسجني؟ يا ريت اكل ومرعى وقلة صنع. مالك مستغرب ليه؟ اول مره حد يقولك في وشك انك ظالم وحرامي وقاتل؟ ما عشان كده سكاكينك حاميه على رقاب الخلق. لكن لا يا عثمان خلاص
خلاص لكل ظالم نهاية، ونهايتك على إيداني. أنا اللي هخلص البلد كله من شرك وظلمك وفسادك. ايوه هقوله كده، ما اقولوش ليه يعني، دي حتة بني آدم، أخاف من بني آدم هيجوعني ولا يسجني؟ وما أخافش من ربني اللي أقوى من جبابرة الدنيا دي كله؟ أنا هروح أديهم له في جنابه واللي يحصل يحصل، هبعبع بالمفتشر وأجري على الله. جت وكسي يحنس بيها أخواته. ايه خير؟ صحيلي السعادة ليه؟ ايوه حضرة العمدة، اني جاي لك عشان اقول لك انني قول انني يا انت صحيلي السعادة عشان تقول لي انني ما تنطع عيال. ماني هقول اهو، انا جاي لحضرتك في الكلام. طب مد ما أنا أدخل أجيب الفرد وأديك طختين أخلص منك، ما تتكلم يا نيلة. أنا هقول أهو، عاوز أقول لحضرتك إنك عمدي. طب ما دي معروفة، أنت يا ولد. أني وأنت أنت، ما هو الهبل له ناس. أنا مش جبان ولا ضعيف قدام حد يا فهيمة، أنا بقدر الكبير وده احترام مش خوف ولا ضعف، وإياك تقولي كده تاني لأحسن ورب الكعبة. خلاص ما تتحميقش قوي كده، أنت سيد الرجالة يا علوان، وهو احترامك لأخوك يخليه ياخد حقك وحق عيالك في كرشه؟ أخوك ده ما يجيش غير بالعافية. قصدك يعني أمسك في أخويا قدام الناس يا ولية ونبقى فرجة؟ ما انت لو تعرف الناس بتقول ايه عليك، لكن الكلام يجي لحد اصحابه ويوقف. انا بس اللي مش عايزه عكنينك. وانت لسه هتعكنيني؟ هي واقفه ناشفه كده مع اخوك تطلب حقك في ورثك منه وترجعه لك ولعيالك، وترفع صوتك كده وتحدده في مصالح الناس وحقوقهم بدل ما هو نازل فيها حش، وعلى الاقل تقف جنب فاطمه المسكينه والطيب بخاطرها، وتخلى اخوك بقى يسيب ابو العيله جوزها الغلبان. اتنحرر يا راجل، اعمل حاجة، خلي الناس تحس كده انك ليك كلمة بدل ما انت خيخي. خيخي؟ اني خيخة يا بت؟ مش انا اللي بقول كده، الناس هي اللي بتقول كده. وخلي بالك، زي ما عثمان حرق دار فاطني وحبس ابو العيلة، بكرة هو كمان يحبسك ويحرق دارك. عثمان ما حرقش دار فاطمة يا فهيمة، دي هي اللي حرقته. هي اللي ولعت في الدار من عمايل اخوك فيها وفي جوزها وعيالها، سود العيشه في وشها وبكره يسودها فيك انت كمان.